تنتج. والدوله راعت في ذلك انها ادتنا تيسيرات كبيره جدا، يعني تخيل سيادتك بتدفع مقدمه صغيره جدا حوالي 10% وبتاخد فتره سماح 5 سنين، وبعد ال5 سنين بتقسط على 8 سنين. بتاخد الارض جاهزه ولا انت بتجهزها؟ انت اللي بتجهزها بقى. ده اللي هي بتاعت الريف المصري. الريف المصري بالظبط. نظام تاني غير الدلتا. غير الدلتا معايا سيادتك. فلما اشتغلنا في هذا القطاع لقينا ان احنا لسه قدامنا شويه عبال ما ننتج شويه، ولقينا مشروع الدلتا الجديد مشروع مستقبل مصر. لقينا ان انت حضرتك بتلاقي كل حاجه جاهزه. جاهزه الدوله موفره لك كل حاجه. مستقبل مصر. فمستقبل مصر الدوله موفره لنا كل حاجه. وقريبه من بلدنا احنا من البحيره، فبساعه بالكتير نكون في الارض. وبدانا لقينا رحنا الارض لقينا الارض جاهزه بمفيداتها بكهربتها بشبكاتها. سنة كام رحتوا؟ بكل حاجه. الكلام ده السنه اللي فاتت. اللي فاتت قلنا ايه، نروح المشروع ونشتغل. عملت معاينه الاول. عملنا معاينه للارض وبعدين تقدمت. ورحنا تقدمنا. خدت كام مساحه؟ خدنا 140 فدان، 70 فدان بطاطس و70 فدان 70 فدان بطاطس 70 فدان بطاطس و70 فدان بنجر. طبعا المشروع كله بيشتغل على توفير السلع الاستراتيجيه او المحاصيل الاستراتيجيه. مين اللي بيختار ازرع ايه وما ازرعش ايه؟ اللي بيختار ان في سياسه عامه للمشروع. المشروع هو في اداره المشروع بتحدد ان البيفوت رقم كذا، جهاز رقم كذا، مطلوب ان هو يزرع بطاطس مثلا نوعها كذا، لان السوق محتاجها ومحتاجين نضبط الاسعار في السوق، لان في توجه دلوقتي اسمه حياه كريمه وبتبدا من الامن الغذائي. قول لي البطاطس انتاجيته ايه، عامله ايه عندك؟ بفضل الله سبحانه وتعالى، من فضل ربنا سبحانه وتعالى، انتاجيه الفدان عندنا الان بفضل الله هتعدي ال 22 طن عندنا في 22 طن. 22 طن ده كتير؟ ده فضل ربنا. احنا المفروض لا يعني بالمقارنه. لا بالمقارنه لو احنا رحنا لاراضي الطين بتاعت زمان الارض دي بتنتج اكتر منها وافضل منها، بل بالعكس جاهزيتها للتصدير افضل من الارض الطين كمان. معايا سيادتك؟ نعم. فطبعا الارض ملوحه الميه 300 جزء في المليون افضل من الميه اللي احنا بنشربها من البيت. بالاضافه ان الارض افضل ارض موجوده، يعني المنطقه دي منطقه ذهبيه فعلا. معايا حضرتك؟ نعم. فالارض جيده جدا. بكام طن البطاطس دلوقتي؟ طن البطاطس دلوقتي اليوم السعر المحلي من 4 لـ4.5. ان شاء الله باذن الله 10 ايام وتخش التصدير، واحنا الحمد لله فحصنا وزاره الزراعه. طبعا كل مؤسسات الدوله بتعمل على نجاح هذا المشروع. لاول مره يبقى عندنا اجنده زراعيه في مصر. احنا خلال ليه كانت غاليه البطاطس الايام اللي فاتت؟ طبعا البطاطس كانت غاليه طبعا. احنا وصلت البطاطس 12 جنيه. وعلشان كده على طول المقدم بهاء مدير المشروع وجه بزراعه مساحات كبيره من بوجه بزراعات مساحات كبيره من البطاطس الشتوي علشان خاطر يعمل ضبط الاسعار ان لم تكن تنزل. ودلوقتي سيادتك كيلو الطماطم البطاطس وصل في السوق النهارده 3.5 و4 جنيه. نعم. بعد 12 جنيه بعد 12 جنيه معايا حضرتك؟ لان دلوقتي بدا الحصاد في الشتوي. نعم. معايا سيادتك؟ نعم. التصدير ان شاء الله هيفتح في خلال 10 ايام باذن الله من النهارده. ان شاء الله باذن الله هيبقى المحلي يوصل ل 4 جنيه. والتصدير ممكن يوصل ل6 و7 جنيه. البنجر اخباره ايه في الانتاج؟ البنجر حضرتك بفضل الله لانه في توجه دلوقتي تقريبا عندنا البنجر عامل 52 طن. طبعا النهارده تعلم سيادتك في الارض الطين البنجر ما يجيبش 25 طن. في الارض الجديده دي ما شاء الله واصل في مشروع مستقبل مصر ما شاء الله ل 60 طن. احنا 52 بس في ناس عندنا واصله 60. نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى. وده برضه بتستخدم الري الحديث مش كده؟ كله ري محوري. كله ري محوري موفر معاك ايه او فايدك في ايه؟ اولا بيقلل تكاليف الزراعه. انت سيادتك النهارده الفدان كان الاول كام واحد بيشتغلوا معاك، النهارده كام واحد؟ بص حضرتك الفدان بيوفر فرصة عمل مباشرة. يعني لو عندنا 70 فدان احنا بنوفر 70 فرصة عمل مباشرة. معايا حضرتك؟ نعم. وغير مباشر. نعم. ودي القطاع الزراعي لما السيادة الرئيس اهتم بيه. ويمكن هو اكتر قطاع قايدة عاملة كثيفة بيوفر فرص عمل كتير. معايا سيادتك؟ نعم. واحنا النهارده بنستصلح 4 مليون فدان. احنا في 7000 سنه عملنا 8 مليون و500 الف فدان. وتعدينا على حوالي 600 الف فدان. نعم. فاللي بيتعمل النهارده في السبع سنين اللي فاتوا دول قد اللي اتعمل في 7000 سنه قبل كده، قد نص اللي اتعمل في 7000 سنه. عشان نقيم مجتمع زراعي صناعي عمراني جديد. سيادتك النهارده ال 600 الف فدان اللي تم التعدي عليهم اللي فاتوا دول عشان نعوضهم بتنقل ازاي الانتاج بتاعك؟ بتوديه في يعني مين بياخده منك؟
بص حضرتك بالنسبه لمشروع مستقبل مصر الحقيقه هم موفرين الدعم في التنفيذ في الزراعه وموفرين لنا كمان زي ما سيادتك شفت في التقرير بيجيبوا لنا الشركات القائمه على التصدير اللي بتاخد وتصدر يجوا يتفرجوا على منتجات المستثمرين وخصوصا سيجار المستثمرين وهي على الارض وهي في الغيط يجي يبص عليها يعني هو الناس بتجيله هو كمان بيجيب لك الناس لحد عندك يشوف ارضك ويساعدك في عمليه التسويق يعني هو المتابعه والدعم اللي بيتقدم من اداره المشروع معاك من يعني بتزرع وبتلاقي حاجتك اتشالت تاخدت كمان بيجيب لك ناس تشوف عندك حاجتك انت مش محتاج تروح السوق يعني لا 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 خالص خالص وكمان خد بال حضرتك المشروع الرئيس موجه ان هو لازم ينجح والحقيقه اداره المشروع منجحه المشروع ومخليانا احنا يعني احنا رايحين نشتغل بقى يعني هارد وورك طبعا احنا لقينا سوفت وير